أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بأن مملكة البحرين قطعت شوطا كبيرا في مجال المحافظة على قطاع البيئة وتنميته في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالاهتمام بالقضايا البيئية كأهم مقومات التنمية المستدامة، مضيفا سموه أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات في البحرين تسير في اتجاهها الصحيح بعد إقرارها من مجلس الوزراء في فبراير عام 2018 بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله. جاء ذلك خلال اجتماع عقده سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة بديوان ولي العهد للاطلاع على سير تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات في مملكة البحرين بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وسعادة الدكتور نبيل محمد أبو الفتح وكيل الوزارة لشؤون البلديات وسعادة الدكتور محمد مبارك بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. ووجه سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة إلى تشكيل لجنة تسيير مكونة من جميع الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ أهم مخرجات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات ورفع التقارير الدورية لقياس مستوى الإنجاز ومتابعة المستجدات بشكل دوري، مشيرا سموه إلى تطلعه لتنفيذ المبادرات بشكل متوازن بهدف الحصول على نتائج واقعية وملموسة في أسرع وقت ممكن لمواجهة التحديات التي تواجه المملكة في هذا المجال. وطلع سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة خلال الاجتماع على عرض قدمه سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف عن أهم المبادرات التي قامت الوزارة بتنفيذها في الفترة الماضية تماشيا مع مخرجات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات والتي شملت الاطلاع على سير العمل في مشروع إدارة المدفن من قبل القطاع الخاص، حيث تم ترسية المناقصة مؤخرا من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل المدفن لمدة 3 سنوات، حيث ستتولى شركة أوربساير وهي شركة متخصصة في إدارة مدافن المخلفات عمليات الإدارة والتشغيل للمدفن بدءا من شهر سبتمبر 2019، وتقوم حاليا بالإجراءات التمهيدية للتشغيل، وستسهم عملية إدارة المدفن وتشغيله من قبل القطاع الخاص في تطوير عمليات المعالجة ومراقبة الانبعاثات وإطالة العمر الافتراضي وتعزيز عمليات الرقابة على المخلفات الواردة وتركيب أجهزة وزن جديدة وتسوير المدفن وتركيب كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى توفير معدات وآليات نقل وضغط جديدة بما يسهم في تحسين الإدارة البيئية للموقع. كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عن طريق سحقها وفصلها والذي يتم بالتعاون مع القطاع الخاص بغرض فصل مخلفات الهدم والبناء وتحويلها لمواد قابلة للاستخدام في مشاريع البنية التحتية. وقد تم في هذا الشأن ترسية مزايدة على شركة ناس في يناير 2019، وتم البدء بمعالجة المخلفات للبناء والهدم بما أسهم في خفض مخلفات الهدم والبناء الواردة إلى المدفن بنسبة 50% تقريبا، والعمل جار لخفض المخلفات إلى 0% مع نهاية العام 2019، حيث أن مخلفات البناء التي تنتج في مملكة البحرين سيتم التعامل معها من خلال إعادة التدوير بدلا من تحويلها للمدفن. كما تمت مناقشة ما تم إنجازه بشأن كل من مشروع إعادة تدوير المخلفات الخضراء عن طريق تحويلها إلى أسمدة ومشروع تصنيف وإعادة تدوير المخلفات المنزلية والتجارية حسب تصنيف المواد ومشروع إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة عن طريق الحرق والخطوات المقبلة فيما يخص مشاريع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لإدارة المخلفات.